الأمم المتحدة خصصت يوم 14 يناير من كل سنة للاحتفال باليوم العالمي للمنطق. كاميرا صباح الخير يا مصر والزميل كريم بيبرز نزل الشارع وسأل الناس يعرفوا إيه عن اليوم العالمي للمنطق. صباح الخير على كل مشاهدي صباح الخير يا مصر. 14 يناير هو اليوم العالمي للمنطق حسب اليونسكو. الحقيقة أن مؤسس علم المنطق أرسطو قال عنه هو دراسة مناهج الفكر وطرق الاستدلال السليم. ابن سينا قال هو ما يعصم الذهن عن الخطأ. حقيقة كلام كبير قوي، لكن سعيد صالح قرر أنه هو يختزل كل الكلام ده في مسرحية مدرسة المشاغبين وقال لك تخبط حد على نفوخه يقع على الأرض ما يجيبش منطق. تعالوا نشوف كده الناس في الشارع رأيها إيه في موضوع المنطق وتعرف إيه عن المنطق ويا ترى بتثق في مين؟ أرسطو ولا سعيد صالح؟ تعرف ايه عن المنطق يا مرسي؟ اعرف ان لما واحد يضرب واحد على دماغه يقع ما يحطش منطق. قولوا لي كده، خلينا نبتدي بيك الاول، قول لي كده تعرف ايه عن المنطق؟ المنطق؟ المنطق تعرف عنه ايه؟ هو الصراحه فين السؤال؟ يعني انا مش المنطق، ما سمعتش عن المنطق ده قبل كده؟ خالص؟ ايوه يلا اتفضل. زيد فضلك اتفضل انت. انت عارف ان 14 يناير ده اليوم العالمي للمنطق، تعرف مين هو اللي اخترع المنطق اصلا؟ هو ما اظن عالم روماني او حاجه زي كده. انت بتذاكر من ورانا ولا ايه؟ هو اصلا المنطق بيتم اختراعه؟ لا هو مش بيخترع اصلا، هو المنطق ده اللي هو الحقيقه تقريبا صح؟ المنطق ده الحاجه اللي الانسان بيمشي عليها يبقى فيها منطق او تفكير، تمام؟ حاجه زي كده. هو المنطق ولا مش هو؟ النهارده 14 يناير اليوم العالمي للمنطق، قولي الاول انت بتدرس ايه؟ فلسفه يعني ادبي، قسم ادبي. حلو قوي، يعني المنطقه دي بتاعتك ملعبك. تعرف ايه بقى عن المنطق؟ المنطق هو عموما ان اعرفه تقريبا ارسطو. حلو قوي. انك تستخدم عقلك وانك تفكر في كل حاجه حواليك بمنطقيه وانك تبقى ليك زي ما نقول التاتش بتاعك. يعني انت المنطق يبقى ليك التاتش بتاعك ولا انت تفكر بمنطقيه؟ تفكر بمنطقيه يبقى ليك، يعني ما ينفعش تتحاز لاي حد. ده عالم صايع يابا. انت راجل مذاكر، انا احييك على الكلام ده. طب الراجل ده انت قلت لي ان انت علمي، قول لي كده تعرف ايه عن المنطق؟ هو انا ما اعرفش حاجه معينه عن المنطق، بس هو كلامه صح. بس هو كلامه صح عشان صاحبك ولا كلامه صح عشان ايه؟ لا هو لما بتفكر فيه تمام، هو ده المفروض اللي احنا بنستخدمه دلوقتي اللي هو المنطق. انت كمنطق برضه هو كلامه صح، اللي هو انت اسنتك ايه كده المفروض تفكر انك تعمل الحاجه المناسبه ليك مش الحاجه اللي هم بيقولوها، او اقعد ادور على كذا قال كذا. طب قوليها كده انا عارفها بس قولي. قول لي كده حضرتك تعرف ايه عن المنطق؟ المنطق انه كل حاجه تبقى كويسه، ان كل واحد يمشي بمبدأه، ان المنطق ان كل حد يعمل اللي عليه. طيب شفت حضرتك مسرحيه مدرسه المشاغبين؟ شفتها. فاكر سعيد صالح لما اتسال قالت له تعرف ايه عن المنطق؟ قال لها ايه؟ دي 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 دي. قول لي كده تعرف ايه عن المنطق؟ زيزو اللي عارف. اساله زيزو اللي عارف. ايوه. تعرف ايه عن المنطق يا زيزو؟ علمي ما اعرفش عن المنطق اصلا. يا زيزو واضح ان انت اللي بتحل هنا، لما واحد يتضرب على نفوخه يقع بيحصل ايه؟ ويعيط. انا عارف كل حاجه بس مدكن. قول لي حضرتك تعرف ايه عن المنطق؟ والله المنطق هو دراسه في علم النفس، فكنا بندرسها زمان واحنا صغيرين يعني، ف حاجة جميلة بيعلموهم دلوقتي للأطفال في المدارس وفي الجامعات، وعلم علم الناس بتدرسه يعني. هو ده المنطق؟ تمال. لو جيت تقول لحضرتك دراسة مناهج الفكر وطرق الاستدلال السليم، تعرف إيه الجملة دي؟ دراسة الفكر السليم؟ لا مش عارف. طب تعرف إيه عن المنطق؟ المنطق إن أي حاجة لازم أفكر فيها قبل ما أعملها لازم تبقى صح يعني، أو ماشية تبع تفكيري. تفتكر مين هو مؤسس المنطق او علم المنطق؟ لا مش عارف، ما عنديش علم للاسف. هو المنطق ولا مش هو؟ تعرفي ايه عن المنطق؟ والله يعني اللي درسناه واللي نعرفه ان المنطق هو خاص بعلم الكلام، حاجه خاصه بالكلام. طب مين اللي عمل المنطق؟ ارسطو بقى تلاقيه يمكن. هو ارسطو فعلا؟ فعلا. طب الحمد لله الواحد لسه عنده معلومات عامه. هو مؤسس علم المنطق ارسطو، ابن سينا كمان اتكلم عن المنطق. طب شفتي سعيد صالح قال ايه عن المنطق؟ هو ايه الانسان يقع ما يحطش منطق؟ بالظبط كده. ده التفسير الفكاهي بقى للمنطق. مين اقرب حاجه للحقيقه، سعيد صالح ولا ارسطو؟ والله احنا نعرف سعيد صالح اكتر ما نعرف ارسطو يعني. بثق في سعيد صالح. ايه؟ بثق في كلام سعيد صالح. هو المنطق ولا مش هو؟ يا متعلمه بتاعت المدارس. هو ولا مش هو؟
نصدق سعيد صالح ولا نصدق ارسطو؟ زي ما شفنا في التقرير ببساطه شديده النهارده اليوم العالمي للمنطق 14 يناير. المنطق مهم جدا في حياتنا، احنا بنمارس المنطق كل يوم، ازاي نضع مقدمات تصل لنتائج، نفكر بشكل علمي وسليم، هو ده المنطق في حدود علمي يعني. اكيد.